بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن الغساله ال جي او غيرها، يعني عامه بيكون بتعمل بقع بني في الهدوم. هنتكلم عن المشكله دي وازاي نحل المشكله دي. طبعا زي ما احنا شايفين البقع البني عامله ازاي. طبعا ناس كتير بتشتكي من البقع ديت، فالكل بيفكر ان الغساله هي اللي فيها المشكله. فان شاء الله هنشرح ازاي نحلها ونشوف ايه اسبابها اصلا. طبعا احنا شفنا البقعة، هنشيل القماشة. أول حاجة الأول بنقفل إيه الحنفية بتاعة المية، ماشي، وهنبدأ نفك، هنفك الخرطوم من اتجاه الغسالة. لو نلاحظ الخرطوم نفسه عامل ازاي. لو جينا بقى جبنا القماشة نفسها وحطيناها هنا، نفس البقع اللي فين، اللي في الإيه، اللي في الهدوم. هنبص على حاجة تانية، هنطلع مثلا، وجبنا معانا سكينة اهي، هنطلع الفلتر بتاع الغسالة من ورا. ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين الفلتر عامل ازاي، الرواسب طبعا غير عادية بالمرة. ده صدى، بس هي طبيعي جدا ان يعمل لي بقع في الملابس، ده بسبب المية. يبقى كده العيب عندي من المية اصلا. ببدأ انا اعمل ايه، بجيب فرشة اسنان وابدأ انضف الايه الفلتر. هنمسك بقى فرشة الأسنان وندخل الحنفية بتاعتنا، وإيه هننضف زي ما احنا شايفين المياه نازلة عاملة ازاي. الفضة طبعا دلوقتي ظهر بأزرق أو لبني، كان الأول كان بني، كان بني زي البقع اللي بتطلع في الملابس. ده كله بسبب رواسب المية، المية عاملة صدى، بننضفها كويس، ماشي. ونتنقل بقى عند الغسالة، هنعمل ايه؟ طبعا كده زي ما انتوا شايفين كويس اهوت. بجيب القماشة، قماشة اهيت، وهبدأ ببرمها زي ما انتوا شايفين كده، وببدأ أجي أخش على مين؟ على الصمام من ورا، وأبدأ ألفها. لو نفتكر من زمان كان ست البيت اللمبة الجاية زمان تبرمها كده وتنضفها، نفس القصة هنعملها. طبعا في عندي مصفى هي تانية برضو الصالة زي ما احنا شايفين، طبعا ده لازم يتنضف. هننضف برضو ايه الجزء ده، نضفنا. نبدأ بقى ندخل المسطرة بتاعتنا، ونبدأ نركب الفلتر بتاعنا. عشان ننتهي من المشكلة بتاعت البقعة دي، نعمل ايه؟ نجيب فلتر بمرحلة واحدة، هنحطه مكان الحنفية، نشيل الحنفية دي خالص بره، ونحط الفلتر هنا، ونبدأ نركب الخرطوم في الخارج من الفلتر. الفلتر ده بيبقى عبارة عن شمعة واحدة بس، مرحلة واحدة بس. يبقى الغسالة هتبدأ تاخد من الفلتر نفسه، والفلتر هياخد من المواصل بتاعت ايه البيت عندنا. وابدأ ايه اركب. طبعا الغسالة ما كانتش بتسحب مية اصلا بالمرة بسبب الرواسب اللي فيها، ونفتح الحنفية بتاعت البيت. هنروح بعد كده نفتح الايه السخن، برضه نفس القصة، المية عاملة في الخرطوم بني ازاي. طبعا المية سيئة جدا. رواسب اهي زي ما احنا شايفين، صدى اهوت، يعني ايه الدنيا متظبطة على الآخر. هننضف نفس القصة تاني، من سكان كهرباء برضه كده وسط السخن.
كده نضفنا الفلتر، هنجيب القماشه تاني وايه هنبرمها زي ما اتفقنا، وهنبدا ننضف القلب زي ما احنا شايفين. دي البقعه اللي تبقى ظاهره في الملابس اصلا، صدى اهوت الموضوع يعني واضح خالص. نبرمها تاني وندخلها، هنبدا بقى نركب بقى ايه الفلتر ونقفل نربط خرطومنا. طبعا هنركب فلتر مرحله واحده هنا، لان انا عندي البارد فيه مشاكل رواسب، وهنا برضو السخن عندي مشاكل رواسب. فلتر مرحله واحده سخن، فلتر مرحله واحده بارد، والخرطوم اللي هيخرج من الغساله هيركب في الخارج بتاع الفلتر، والفلتر هياخد ايه من ماسوره السباكه بتاعتنا من المياه. طبعا هنجرب دلوقتي صب الميه، هنلاقي طبعا الميه ان شاء الله ايه هتكون ظبطت. هنشغل باور، نشغل ستارت، كده الايه الميه البارد. هنشوف دلوقتي الميه هتبقى عامله ازاي، كانت اول ميه ما بتسحبش اصلا الميه خلاص، كده سحب الميه عندي بقى كويس بالنسبه للبارد. كده الميه السخنه والبارد الاثنين مع بعض كده شغالين كويس، ده كده السخن لوحده. اما نيجي نركب الفلاتر بتاعتنا، هنجيب تمن ملح ليمون، تمن ربع ملح ليمون، هنحط تمن اول يوم. ده الكلام ده قبل ما بعد ما نركب الفلاتر، احنا ركبنا الفلتر خلاص، طبعا مش هنشغل الغساله بعدها لما نركب الفلتر. هنقوم جايبين ربع ملح ليمون، نحط تمن ملح ليمون في قلب الغساله ونشغلها دوره على تنظيف الحوض. هقوم مقلب جايب تنظيف الحوض، واقوم جايب تمن ملح ليمون وحطه، واستنى ساعتين او اجي اخر اليوم واقوم جايب كمان تمن ملح ليمون ومنضف كويس. وبعد كده ابدا بقى ايه هفك الفلتر بتاع الغساله من تحت من ورا من جنب خرطوم الصرف، انضف الرواسب اللي ورا، وبعد كده ابدا اشغل بقى الغسيل. ان شاء الله نلاقي الغسيل زي الفل بعدها، مش هيبقى في البقع اللي كنا بنتكلم عليها دي. ده الكلام ده لو احنا عملنا موضوع الفلتر او مرحله واحده، غير كده هنلاقي البقع زي ما هي. هنصرف بقى الميه اللي احنا سحبناها، لان الميه كان فيها شويه صدى باور. هنجيب مثلا واحد اللي هو اقل حاجه في التجفيف 9 دقايق، كده هتصرف الميه بتاعتها. طبعا الموضوع يعتبر سهل وبسيط جدا، بس اهم حاجه نطبق اللي احنا اتكلمنا فيه. الفلتر ده مهم جدا، بالذات احنا عندنا هنا في مصر المياه بقت سيئه جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.